بشويه بشويه حاولنا نرتبوا الاوراق ديالنا وحاولنا نعاودوا نبنيو واحد الفريق اللي يمكن له ينافس على الساحه الافريقيه. والرجاء كيحصل اليوم على خامس لقب ديالو على ساحه افريقيا، وهذا الشيء كيعطينا بان الرجاء يعني على الساحه الافريقيه هو اول فريق في المغرب، وان شاء الله غنزيدوا القدام. المشاكل كلها هذا الرجاء باقي ما تفكاتش، المديونيه كبيره يخصها 4 سنين ولا 5 سنين، غنخدموا بشويه تدريجيا على النتائج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.